تم افتتاح مصنع سي ماكس للقوارب بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المملكة، ويأتي افتتاح هذا المصنع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة بدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، حيث يتخصص المصنع بصناعة القوارب المدنية والعسكرية الصغيرة والمتوسطة الحجم بأيد عاملة ومحترفة وتقنيات عالية الجودة، ويعتبر هذا المشروع إنجازا وطنيا لدعم الصناعات المحلية على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى تشجيع السياحة البحرية وإيجاد فرص العمل للبحرينيين في مجال صناعة القوارب البحرية. المشروع ابتدى بدعم من حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه، ومشروعنا اليوم عبارة عن مصنع للقوارب المدنية وقوارب عسكرية بعمال أو موظفين محترفين وبتكنولوجيا عالية، تخصص في القوارب المدنية والقوارب العسكرية، وطبعا بيكون دعم للاقتصاد البحريني، وراح يضع اسم البحرين على الخارطة المحلية والإقليمية إن شاء الله. القوارب العسكرية راح تكون ذات متانة وراح يكون فيها تسليح وتصفيح في نفس الوقت جيد، يصلح لاستخدام ضد الشقب أو لحراسة القوارب الكبيرة، فلازم بيكون أو لابد بيكون في تعاون مع الأخوة في مجلس التعاون في هذا الخصوص. طبعا احنا اليوم فخورين في مصنع الغارب اللي موجودين فيه، هو يدل ان احنا في البحرين عندنا بعد طويل في موضوع صناعة القوارب، طبعا من ايام اجدادنا البوانيش الخشب واليوم الفايبر جلاس، وفي البحرين طبعا المصانع اللي صارت في البحرين انتاجهم وصلت الى برا البحرين في مجلس التعاون، وبعض وصلوا حتى لاوروبا وامريكا، فاحنا فخورين ان مصانع ان قاعده تزيد، وشغله البحر شغله مهمه لان احنا قاعد نشجع الصناعه، فمن هالمنطلق ممكن انا اقدر اقول ان اول شيء توظيف البحرينيين بيكون شيء ثاني، شغله الفايبر جلاس تطورت وايد بالنسبه حق المصنع اليوم، يعني الموديلات اللي عندهم 42 قدم هو الموديلات اللي تنباع في السوق اليوم.